اسمي تسنيم وعمري 9 سنوات وأنا من إدلب. أنا ساكنة في البيت مع جدتي وعمتي. أبوي استشهد من 7 سنين باللغم بالأرض. لما استشهد أبويا كنت أنا صغيرة بس ما بعرف أي شيء عني. أنا بحب أجي على هالمدرسة عشان أشوف أصدقائي وأتعلم. أنا بحب الدروس القرآن والعربي بس كبرت بدي أصير معلمة قرآن. شكرا لمنظمة أمة واحدة.